باغ اكزومبل عندي هنا ان امبير غنلقى هنا خرج عندي ان مونتر اللي ما تاثرش عندي الكورو ولكن لا طونسيون قصناها ولكن بار كونتر كون درنا ريزيستانس اش غيوقع الكورو غنلقى 3 مصير 3 ولكن الكورو نقدر نلقى حتى بالميكرو امبير نقدر نلقى بالميكرو ميلي امبير ولا غنلقى بالميكرو حاجه لا مغوش عليها ما تشعلش ديماريش شي موتور ما ديماريش ولكن الحاجه اللي خصها لا بويسونس ما تخدمش يعني خصنا الكور يكون طالع صافي انا شي ثلاثة دابا انا درت ريجيلاتور ديال 3.3 درت ريجيلاتور خرج ديال غير 3.3 كتكون 3.3 يعني هاد ريجيلاتور الدور ديالو شنو هو؟ ديك البلاصة اللي كيستاب داكشي اللي مكتوب فيه هو علاش ما خرجش الدور؟ ها؟ علاش ما خرجش ريجيلاتور هذا؟ ولكن ما ديطاشيه مع دخلت لي دوز هنا الريجيلاتور شحال دخلت لي؟ دوز دخلت لي دوز هو مكتوب فيه 3.3 خرج لي 3.3 الفابريكاتور اللي مصوبو ديرو باش يستابيليزيو التونسيون 3.3 هي اللي تخرج مكاينش نورماليزيو اذا ما دخلت لي دوز واخا دخلت لي دوز هذا هو الدور ديالو هذا هو الدور ديالو كيستاب كيعطيك التونسيون اللي باغي انت باغ اكزومبل عندك واحد لا ديبوتاسيون خرج 24 فولت قال لك شي واحد قال لك خاصني 12 فولت غتقول لي راه كاين واحد الكومبوزور اللي غادي يطيح ليا لا طونسيون ولكن الكورو يخليه كونستانت الكورو يخليه هو هو ولكن لا طونسيون يطيحها فهمتيني يطيح هذاك الشيء اللي بغا يعني هاد الريجيلاتور غتاخذ الريجيلاتور على حسب البوزوان ديال قلتها بغيتي 5 فولت غتشري ريجيلاتور ديال 5 فولت بغيتي ديال 12 ديال 24 ديال 18 على حسب داك الشيء اللي بغيتي كتكون فيها صافي شوف فيها هذه السد مكتوبه فيها ال 78.05 يعني هذا راه يخرج 5 فولت صافي فهمنا دابا هذا هو الدور ديال يعني هنا في لاسورتي دابا لاسورتي هنا غادي يولي عندي 3.3 فولت اش لاحظتوا الكورو كي ولا دابا ستابل ستابل ولكن ستابل الحالة باش كيكون كوندون باش كيكون كوندونساتور معاه ولا هذا هو الريجيلاتور حيت الريجيلاتور دابا شنو هو؟ دخل 12 فولت ويخرج لك 3 هو الريجيلاتور يعني الدور ديال الريجيلاتور ستابيليز لا طونسيون الوغ هنا دابا كاينين ثلاثه ديال الانواع ديال الريجيلاتور كاين البوزيتيف وكاين النيجاتيف وكاين فاريابل باغ اكزومبل بحال ابول ولا بقيتو عاقلين عليه ولا كاين واحد الشارجور دابا ديال البي سي بورتابل كيخرج 15 18 20 19 20 24 يعني هنا كيخرج بليزيوغ طونسيون مي ستابل الوغ هذاك راك فيه ريجيلاتور فاريابل اللي كيخرج ديال طونسيون لي كورون طالع و فاريان ستابل يعني لا 15 15 فيكس فهمتيني فهمت غير السؤال واش الكوندونساتور ما نقدروش نديرو معاه واخا ماشي مشكل سواء كان كوندونس ولا ما كانش يعني هو ديال ريجيلاتور ديك 3.3 اللي غنخرجوا في الاخر دابا الطونسيون ديجا كونتينيو صافي راه حولنا كونتينيو لا فهمت انا دابا ريجيلاتور تيقول لك سي ميو نزيدو معاه دي كوندونساتور هنا كيعاونوا وصافي يعني ماشي يعني ماشي ضروري ماشي ضروري صافي الكوندو اللي ضروري في العيله هي الاولى هي هذه المهم اما هادو راه لاكارت الكترونيك راه كتلقى عامرين بلي كوندو سيراميك وكوندو شيمي هادوك هاك بور بيان فيلتري فهمتيني الوغ باغ اكزومبل هاد الكوندونساتور هادي شنو الدور ديالو لاحظوا معايا هنا سي بوكي دابا السيكتور حنا عارفين معروف عامر بلي بارازيت خدمتي شي موتور ديال ماشينا لافي موتور ديال شنيور خدمتي موتور ديال بارابول كيبان لك دي بارازيت في الصاوت وداكشي الوغ هنا معروف السيكتور الوغ هادو كيتسموا دي هوت فريكونس دي هوت فريكونس يعني بالميجا هرتز بالميجا هرتز و جيجا هرتز يعني لا فريكونس لا فريكونس دابا الموتور اللي كيدور بواحد لا فيتاس باغ اكزومبل ديال شويتو كي كري دي غروند فريكونس دي هوت فريكونس هاد لي فريكونس كيتميلونجو مع السيكتور يعني هاد لي فريكونس كيدخلو هنا
يعني نفس السكوندير ديال البرونسو السكوندير غيدوزو هاد لي بارازيت هادو لي بوت ريكوز لي كنسميوهم كنسميوهم بارازيت صافي هاد لي فريكونس هنا غيدوزو ليا فهمتيني غيدوزو هنا الوغ باش نحيدهم كندير هاد اشمن كوندو هادي شيميك هاد لي كونفوساتور سيراميك معروفين كيحيدو لي بارازيت الدوز ديالهم كيحيدو لي بارازيت واش كون مديطاشيه مع الشيمي لا واخا تكون لابيس فلابيس فلابيس ديالها اش غدير فلابيس ديالها غتحيد هاد لي بارازيت يعني هنا علاش كديرو هاد لي كونفوساتور سيراميك باش يحيدو لنا لي بارازيت اش كيديرو دابا كيخليو غير لي فريكونس صغار يدوزو لي فريكونس كبار كتحبسهم فريكونس كبار ومعروفين بان في لا هوت فريكونس لي بارازيت سون دي هوت فريكونس يعني ميجا هرتز الوغ علاش كدير ديك لا فريكونس كبيره كدوزها لا ماس ما كتبقاش يعني لي كوندوساتور عندها دور كبير اي كارت الكترون كدو عامر لي كوندوسيرام الدور ديالو كيحيد لي بارازيت هذا الكوندوساتور صافي كيحيد لي بارازيت الوغ من بعد هنا قلنا كاينين طروا تشيب ديال لي ريغيلاتور داكشي كلشي هادشي عندكم في البوليكو طروا دي عندنا ريغيلاتور ريغيلاتور بوزيتيف اللي هو اللي غنشوفو اليوم اللي معروف ب 78 اكس اكس الوغ 78 هادي ها 78 تتقول لك بانو ريغيلاتور positif. Référence. Z XX, il y a la tension source. Alors, je vous lis les régulateurs, les comme je vous souffle. Les régulateurs, les comme je vous souffle. Les شوف في الباج الاولى كاين نوطة شوف الباج الاولى الباج الاولى الباراغراف الاولى الثانية الثالثة الثالثة اللي قبل من الاخر قبل من الباراغراف الاخر لا طونسيون دونتري في ان دوا توجور اتخ سيبيريور دو 2 ا 3 فولت لا طونسيون سورتي في اوت اش كيعني هذا؟ خصكم سيل فو بلي كيقول لك لا طونسيون دونتري خصها تكون كبر من السورتي 2 فولت ولا 5 فولت ولا 3 فولت يعني الا كان ريغيلاتور غيخرج ليا 3.3 خصني دخل اش غنعطيه 5.3 صافي يعني كبر ما يتمكنش الريغيلاتور تعطيه 2 فولت وتقول لي خرج ليا 3.3 الو غادي دي باغ اكزومبل لونتري وغادي السورتي فهمتي يعني كيقول لك ريغيلاتور لا بغيتي ديك لاطونسيون اللي بغيتي خصك تعطيها لونطري ديال لونطري خصك تعطيها اكثر من السورس ب 2 فولت ولا 3 فولت باش يدير الخدمه ديالو اما دخلتي لي 3.3 تموتي عنده واحد الكونسوماسيون ديالو غا هو باش يدير لو طرافاي ديالو خصك تعطيه واحد 2 فولت ولا 3 فولت زايده باغ اكزومبل بغيتي 5 تعطيه 7 ولا 8 تعطيه زايد انت باش يعطيك داكشي اللي بغيتي باش يمكنش هو يعطيك اكثر من داكشي اللي عطيتي هو ماشي ايليفاتور ماشي غتعطي واحد لاطونسيو يطلعها وباش يدير له الترافاي ديالو باش الكورون دي سيركيلي فيه الداخل خاص تعطي واحد لاطونسيو كثر الا عطيتيه 5 ويخرج لك 5 بحال ما غيدير والو بحال وداكشي اللي بقى كيخرج السكوني كثر كما قلنا في لاديو لاطونسيو السوي ديالو يعني لاطونسيو السوي ديالو هي 2 ولا 3 فولت فهمتي العتبه ديالو باش يديماري ديال الخدمه ديالو هي 2 فولت ولا طروبت عادي تمكن يدير لك الخدمه ديالك باش يستابيليزي التونسيون واخا التونسيون كيف ما جات كتبقى توجو عنده هو ستابل توجو ستابل صافي فهمتوا هادي صافي فهمتوا ديما خص لونتونسيون دونتري تكون كبر من السورسي دو فولت ولا 5 ولا 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 3 فولت صافي الو كاين ان نوتخ ريغيلاتور اللي هو 79 اللي غنشوفوه من بعد 79 سيت ريغيلاتور نيجاتيف الو كاين دي سيت الكترونيك
اللي كيخدموا بدو طونسيون وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف باغ اكزومبل موان 5 بلس 5 بلس 12 موان 12 كنسمو دي سيركوي اون بلي اوبيراسيونيل دي سيركوي اون بلي اوبيراسيون اول سيركوي تخلق اللي اول سيركوي تصاوب ولي بيان سور هادشي كو دي ما كيخدموا به الميليتير هما الاولين هو لي اون بلي اوبيراسيونيل كيدير جميع لي زوبيراسيون سيركوي كيدير جميع الخدمات فهمتيني كيدير الكالكول كيدير لومبلي ديال ليماج ديال لو سون او سيركوي هاد سيركوي كيخدم دو طونسيون وحده بوزيتيف باسكو كنعطيو ناقص 5 وزائد 5 زائد ناقص 12 وزائد 12 يعني ديك لا طونسيون نيجاتيف ديك لا طونسيون نيجاتيف حتى هي خصنا نديرو لها واحد ريغيلاتور ريغيلاتور باش تبقى حتى هي ستابل ريغيلاتور فاريابل طروازيم تيب اللي هو اللي قلت لكم باغ اكزومبل محتاج انا نصوب واحد لاليمونطاسيون عندي في الدار بغيت ثلاثة في لابوراتوار عندي واحد لابوراتوار في الدار محتاج ثلاثة بورد ناخذ ثلاثة بورد محتاج خمسة ناخذ خمسة محتاج راه كاين واحد لاليمونطاسيون سي اوبليغاتوار اللي كيدير ريباراسيون ديال التليفون ضروري ما تكون عنده هاد لاليمونطاسيون باور سبلاي لاليمونطاسيون باور سبلاي ضروري ما تكون عنده التليفون علاش لان كيحيد الباتري وكيشد لاكارت ديال التليفون كيالمونتي من 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 جهه الباتري باش يخدم على خاطرو باش ياخذ لي بوان تيست عندها عندها لي فاس ديالها واحد البواتي كيخرج ديك 3 فولت 5 فولت 12 فولت فهمتيني هاد لاليمونطاسيون اوبليغاتوار اوبليغاتوار سابلي 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 بلونغلي الوغ هادي كتخدم كيخدموا بها التليفونات ولي طابليت صافي وكاينه ديال البي سي بورتابل ديال بي سي بورتابل حتى هي كاينه ولكن خصو يكون فيها لومبيراج دي امبير وهذه ديال صحاب التليفونات دو امبير كافيه دو امبير كافيه هاد هاد لاليمونطاسيون باغ اكزومبل كان ديتيكتيو فيها البان فين كاين هاد لاليمونطاسيون كتعاوننا كتقولنا البان فين كاين كنشوفو الكونسوماسيون ديال الكورون بزاف لا هادشي غنشوفوه من بعد هادشي غنشوفوه من بعد هاد لاليمونطاسيون كتخرج ليه بليزيوغ سورتي وبيان سور ملي كنفاري كيخرجو ليه بليزيوغ سورتي ولكن فيها دي ريغيلاتور فاريابل بحال ابولو او باغ اكزومبل ريسيبتور نيميريك ريسيبتور نيميريك ملي كدير روشارج كيبدا يدخل لك دي كانو فيرتيكال دي كانو اوريزونتال دي شين فيرتيكال دي شين اوريزونتال الوغ الا حليتي النيميريك غتلقى واحد ريغيلاتور في الصوت فين كتركب الخيط فين كتركب الخيط حداها كتكون واحد ريغيلاتور بحال هذا اللي عندكم هذاك سيتا ريغيلاتور فاريابل علاش؟ في راديو هذاك ريغيلاتور علاش دايرينو في ريسيبتور نيميريك حيت لي كانو اوريزونتال كتطلع كتطلع الراس كتطلع ليه 18 فولت ولي كانو فيرتيكال كتطلع الراس 13 فولت كتلقى 13 18 لا ليمونطاسيون ديال ال ام بي وحتى فين كتركب داك الخيط ديال الكابل الكواكسيال ديال لونتيل في النيميريك في ديك البلاصه اللي غتركب كيكتبوا لك 13 18 يعني ديك لا سورس كتخرج منها 13 18 فولت الا شديتي الكابل ديال البارابول لونتيل تلاصقات لك ديك الشبكه لا 13 ما كيبقاش يخدم ثاني كيطفى لك الريسبتور نيميريك علاش كيطفى كنت سيركوي حيت خرج واحد الطونسيون تما راه ما كاينش السيليا خرج حتى الطونسيون بيان سور كطلع الطونسيون كتجي معاها شنو او ميم طون كتجي معاها سينيا يعني كنسمو الداتا الداتا كتجيب لك لي دوني يعني كيمشيو لي دوني كتمشي لا طونسيون كترجع معاها سينيا الوغ هنا خص ديما ديك الشبكه ضروري